السلام عليكم، أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. ماذا تبقى من الأرض المحتلة في ذكرى يوم الأرض الفلسطيني؟ كيف يمكن للفلسطينيين أن يحموا ما تبقى لهم من أراضيهم المهددة بالمصادرة والاستيطان؟ وما المطلوب من أجل استعادة الأراضي التي اغتصبها الصهاينة عامي 48 و67؟ في زهرة المدائن متحف الشارع عندما يزين الفن جدران القدس المحتلة، كما تتابعون في ذاكرة فلسطين يوم الأرض الفلسطيني عام 76 و900 وألف. فابقوا معنا. سأكتب عن شوارعك المضاءة من دماء ودموع شعب الكادح المحزون في ليل العناء، ودموع شعب الكادح المحزون في ليل العناء. لعينيها مدينتي التي سجنت، لمسجدها لأقصاها لحرمتها التي انتهكت، لعينيها مدينتي التي سجنت، لمسجدها لأقصاها لحرمتها التي انتهكت، أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين. كان من الطبيعي أن تكون هبة يوم الأرض عام 76 بمستوى التحدي الذي كانت تواجهه الجماهير العربية، وهو تحد وجودي يستهدف الحضور الوطنية لهذا الجزء من الشعب الفلسطيني في وطنه. وأن تؤكد الهبة من حيث نطاق أحداثها ومستوى لهيب نارها أن الصراع على الأرض هو معركة في الحرب غير المنتهية التي يخوضها الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده وبأشكال متعددة في وجه محاولات إبادته وتصفية قضيته والقضاء على حقوقه المشروعة بهدف تثبيت المقولة الصهيونية أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. وما مسيرة العودة التي انطلقت من غزة في ذكرى يوم الأرض العام الماضي، وما أقدم عليه الاحتلال تجاهها إلا تأكيدا على هذا الفهم. إذن يوم الأرض وصراع البقاء الفلسطيني موضوع للنقاش مع ضيفنا في الأستوديو الأستاذ عماد أبو الروس، محلل السياسي الفلسطيني، وعبر الخط الهاتفي بعد قليل الأستاذ فراس القواسمي الباحث في مركز رؤية للتنمية السياسية. أهلا وسهلا فيك أستاذ عماد. السلام عليكم، حياكم الله. أعزائي المشاهدين، بعد أن نشاهد هذا التقرير نعود للنقاش، فابقوا معنا. تسبب الاستيطان الصهيوني المتواصل في تقليص مساحة فلسطين التاريخية، فلم يبقى للفلسطينيين سوى حوالي 15% فقط من مساحة فلسطين التاريخية والمقدرة بنحو 27 ألف كيلومتر مربع، حيث تستغل دولة الاحتلال أكثر من 85% من المساحة الفعلية للأرض، وباتت الهجمات المسعورة لقضم ما تبقى هو ديدن الحكومة مع أي فعل أو رد فعل فلسطيني تعتبره سلطات الاحتلال تهديدا لأمنها وأمانها. هناك في الضفة وحدها أكثر من 515 مستوطنة
تسيطر على ما يوازي 68% من مساحة الضفة الغربية، إضافة إلى الجدار العازل الذي التهم من الضفة الغربية والقدس ومساحة كبيرة. لكن الصمت الأمريكي الواضح على تغول الاحتلال في عمق الأراضي الفلسطينية يعني الضوء الأخضر لمزيد من الجرائم بحق الأرض. فمنذ عام 1958 بدأ اللورد موزيس مونتفيوري مشروع الاستيطان ولم يتوقف حتى اللحظة، حتى تحولت المناطق الاستراتيجية في الضفة إلى مستوطنات وأصبحت غالبية الأراضي المحتلة تحت سيطرة حكومة الاحتلال. يجب إطلاق كافة أشكال المقاومة ضد التغول الصهيوني والاستيطان الصهيوني بما فيها المقاومة السلمية وبما فيها المقاومة المسلحة وفق القانون الدولي، بما يتواءم مع القانون الدولي، والقانون الدولي هو يدعم نضال الشعب الفلسطيني. يجب أن نتحد، يجب أن نقاوم، يجب أن نواجه هذا المحتل، يجب أن ننال التعاطف الدولي من خلال التواصل مع المؤسسات الإقليمية والدولية، وكذلك محاولة استنصار واستنهاض الشعوب العربية والإسلامية لمواجهة التغول الصهيوني الكبير ضد الأرض الفلسطينية الذي بدأ منذ 1948 ولا زال إلى يومنا هذا. وعلى ما سبق فإن الشعب الفلسطيني عبر المسيرات والمواجهات والوقفات الجماهيرية الواسعة في الداخل والشتات يحيي ذكرى يوم الأرض في 30 مارس من كل عام لتجديد المطالبة بالعدالة والإنصاف ورد الحق إلى أصحابه، كما يجدد التمسك بالأرض دون التفريط بشبر واحد ورفض كافة أشكال الاستيطان الصهيوني ودعوة الدول الصديقة للوقوف إلى جانبهم ضد الهجمات المتلاحقة من كيان الاحتلال. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. يوم الأرض وصراع البقاء الفلسطيني هو موضوع نقاشنا مع ضيفنا الأستاذ عماد أبو الروس الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. أهلا وسهلا فيك أستاذ عماد معنا في الأستوديو. أتوقف يعني عند المقولة التي وردت في مقدمة هذا اللقاء، أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. عندما نحت الصهاينة هذه المقولة لم ينحتوها من فراغ، وللأسف الشديد أنها أصبحت بعد سنوات من نحتها واقعا على الأرض من خلال احتلال فلسطين عام 48 واستكمال الاحتلال عام 67. لكن يوم الأرض وغيره من المناسبات الوطنية الكبرى جاءت لتؤكد أن يعني لتؤكد أسطورية أو زيف هذه المقولة. يوم الأرض يأتي في كل عام ويأتي في هذا العام أيضا 30 مارس ليؤكد أن هذه المقولة غير صحيحة البتة وأن الفلسطينيين استطاعوا كسرها، ليس كذلك؟ نعم، يعني بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، بالبداية نترحم على شهيد اليوم في مسيرات العودة ونسأل الله يعني الشفاء العاجل للجرحى في مسيرات العودة التي انطلقت منذ ما يقارب عام، التي انطلقت لتؤكد لنا قضيتين مهمتين في تاريخ الملف الفلسطيني وتاريخ الشعب الفلسطيني، وهي مسيرة العودة إلى الأراضي الفلسطينية، وكذلك التي تصادفت في يوم الأرض تؤكد بأن حقية الشعب الفلسطيني في هذه الأرض. في البداية المشروع الإسرائيلي كيف بدأ؟ المشروع الإسرائيلي بدأ من خلال البؤر الاستيطانية أو من الخلايا الاستيطانية التي بدأت تنتشر في الأراضي الفلسطينية، سواء ما قبل قيام ما يسمى بدولة الاحتلال أو ما بعد ذلك. الاحتلال الإسرائيلي عندما أراد أن يكون البنية الأولى لدولته بدأ في ملف المستوطنات. هناك يعني حلقات استيطانية تكونت، بدأت بالتهام أراضي فلسطينية من خلال التهجير القسري والتهجير الطوعي للفلسطينيين من تلك الأراضي وصولا لما يعرف بالنكبة الفلسطينية والتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم. هكذا كرس الاحتلال الإسرائيلي طريقة التهام الأراضي الفلسطينية من خلال إيجاد واقع ديموغرافي وجغرافي مفرغ من الفلسطينيين. إذا لاحظنا في الضفة الغربية أو في القدس المحتلة، الضفة الغربية نقول بأنها هي عبارة عن كنتونات من الأراضي الفلسطينية، ما يقارب 16 كنتونة من الأراضي الفلسطينية تحيط بها المستوطنات الإسرائيلية في كل اتجاه. هناك مشاريع استيطانية متزايدة على الأرض على الواقع، لكن في 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 نهاية المطاف أمام المجتمع الدولي وأمام الظاهر العيان للأسف غير واضحة. لذلك يعني أنا ممكن أن أقول لك بأن إذا يعني لما نتكلم على صفقة القرن التي يعني يطرحها الرئيس الأمريكي وهو رئيس مقرب للوبي الإسرائيلي،
الرجل لن يأتي بخطة لا تما لا يعني لا تلامس الواقع، هي ستكون خطة تلامس الواقع بشكل واضح. إذا أسقطنا هذه الخطة من غير أن نقرأها أو من غير ما نتطلع عليها بنشوف الواقع. الضفة الغربية ما يقارب 60% من أراضي جيم أو من أو أراضي سيتا يعني تخضع لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، 20% تقريبا عبارة عن قواعد عسكرية ومسار الجدار الفصل العنصري. المناطق المتبقية في الأراضي الفلسطينيين هي عبارة عن أراضي ميتة، يعني نتحدث عن أن الثروة الطبيعية في الضفة الغربية تآكلت من أيادي الفلسطينية الفلسطينيين، ويعني نحن أمام سنوات قحال على يعني على مستوى المياه، على مستوى البنية التحتية لتلك المناطق. لذلك كما قلت لك بأن الإسرائيليين لعبوا على الطابع الديموغرافي والطابع الجغرافي في عملية الاستيطان والتهويد في الأراضي الفلسطينية. نعم. طيب كيف نستطيع أن نصف الأوضاع منذ 76 خلينا نقول وما قبل ذلك بال 67 حتى الآن؟ المنحنى إلى أين وصل الآن؟ يعني المنحنى كان واضح في 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 نهج الاستيطان. يعني أنا لا أريد أدخل في إطار 67 أو في إطار قبل ذلك أو في ما قبل يوم الأرض. نتحدث عن منذ عام 1994 عندما نشأت اتفاقية أوسلو ونشأت السلطة الفلسطينية ودخلنا في معترك المفاوضات ما بين الإسرائيليين ومنظمة التحرير. المستوطنين مثلا في الضفة الغربية والقدس المحتلة ما يقارب 100,000 إلى 150,000 مستوطن إسرائيلي. ما بعد ذلك حتى عام 2018 وصل العدد لما يقارب 850,000. يعني هناك قد نسل مسيرة المليونية في المستوطنين. المستوطنات في الضفة الغربية كانت عبارة عن بؤر بتتكلم على 200 مستوطنة أو كذا، الآن وصلت 515 مستوطنة. يعني هناك عملية تهويد واضحة حتى في القدس الغربية وقدس الشرقية. نتحدث عن تقسيماتها، القدس الشرقية عملية التهويد وصلت فيها ما يقارب 94%، 6% البقيات أيضا يمارس ضد الفلسطينيين عملية سطو واضطهاد في هذه المناطق. القدس المحتلة يعني أصبحت مطوقة بثلاث أطواق من البؤر الاستيطانية، مدينة بيت لحم، مدينة الخليل. يعني هناك عملية خطة ممنهجة من الاحتلال الإسرائيلي في ضم، يعني حتى في إحياء مشروع إيفال ألون، في ضم الضفة الغربية للقدس المحتلة وللأراضي الإسرائيلية. وكما لاحظنا في هناك عملية تشريع للمستوطنات الإسرائيلية. هناك قسمان من طريقة تعامل الاحتلال الإسرائيلي في المستوطنات الإسرائيلية. هناك عملية الاستيطان الصامت، ما يعرف في الاستيطان الصامت، وهناك من ما تعلن عنه الحكومة الإسرائيلية. عملية الاستيطان الصامت تكون من خلال الخلايا الإسرائيلية أو المتطرفين اليهود في إحياء تلك الأرض. يعني على سبيل المثال في عندك رأس يعني منطقة وادي المالح في الشمال الشرقي للضفة الغربية، منطقة الأغوار، هناك بؤرة استيطانية أقيمت عام 2015، كانت بؤرة صغيرة جداً. الآن نتحدث في عام 2019 أصبحت مستوطنة وبدأت تشرع المنطقة، تشرع هنا عملية الاستيطان الصامت الذي انتهجتها الجمعيات اليهودية المتطرفة في الأراضي الفلسطينية. هذا هو واقع الذي ممكن أن نوصفه بأن هناك هجمة وحرب ديموغرافية وجغرافية على الفلسطينيين، وللأسف غير مسوقة لا في المحافل الدولية ولا حتى في الواقع الفلسطيني. الواقع الفلسطيني الذي بدأت القضية الجوهرية الأساسية هو الانقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة. الرئيس محمود عباس همه الشاغل حاليا قطاع غزة، ولا ينطلق ولا ينظر للساحة الخلفية التي وراءه من مستوطنات. حتى هو شخصيا عندما يريد أن يخرج من منطقة رام الله لمنطقة أخرى يجب أن يعني يكون هناك بلاغ إسرائيلي لكي يتحرك في أراضي الضفة الغربية. للأسف. نعم. سنأتي للحديث في موضوع المحافل الدولية واستثمار هذا في التعاطي مع القضية بعد أن نرحب بضيفنا الأستاذ فراس القواسمي الباحث في مركز رؤية للتنمية السياسية. مرحبا بك معنا أستاذ فراس. أهلا وسهلا بك أستاذ. يعني نحن نتحدث اليوم تحت عنوان يوم الأرض وصراع البقاء الفلسطيني. المشكلة مع الاحتلال لم تبدأ ب 30 مارس 76 ولم تنتهي أيضا ب 30 مارس
و19 مع الأسف الشديد. اليوم كيف يمكن أن نصف أحوال الضفة والقدس تحت الاحتلال والاستيطان المباشر وغير المباشر؟ نعم، شكرا لك أستاذ يونس. لعلنا يعني ممكن أن نبدأ، الأفضل أن نبدأ من السياق التاريخي ولو بشكل سريع، وأن نذكر المشاهد بأن الحركة الصهيونية عندما انطلقت ارتكزت إلى مرتكزين أساسيين. الأول كان هو الاستيطان والسيطرة على الأرض الفلسطينية، والثاني كان هو استثمار الدين في ترويج روايتهم الصهيونية. لذلك عندما نتحدث عن الضفة الغربية، يعني حتى نذكر المشاهد، نحن نتحدث عن سياق صغير في سياق أكبر. نحن نتحدث عن السياق الأكبر هو احتلال فلسطين الكل، احتلال الآن مثلا بالأرقام، إذا حسبنا أن الاحتلال في هذه اللحظات يسيطر على أكثر من 90% من أراضي فلسطين التاريخية. 78% هي أراضي التي باتت الآن تسمى إسرائيل، و 60% تقريبا من أراضي الضفة الغربية ما زالت حتى الآن تحت السيطرة المباشرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ما تبقى الآن من الأرض الفلسطينية للفلسطيني لا تتجاوز 10%، هذا على مستوى الأرض، هذا على مستوى الجغرافيا. أما على المستوى السياسي عمليا، الأرض الفلسطينية كلها مستباحة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. واقع الضفة الغربية الحقيقة اليوم، بما أنه حديثنا عن الأرض، فواقع الضفة الغربية الآن أعتقد أنها تواجه مأساة حقيقية لم تواجهها من قبل. خذ على سبيل المثال عندما نتحدث عن مناطق جيم التي تمثل 60% من أراضي الضفة الغربية، هناك 400 ألف فلسطيني يعيشون في هذه المنطقة. الأمم المتحدة مثلا اعتبرت أن المتوسط العام لاحتياج الفرد للمياه يوميا هو 100 لتر يوميا، الاحتياجات يعني جميع المياه لكل شيء، للشرب وللغسيل ولكل شيء. في هذه المنطقة مثلا الفلسطيني يحصل فقط على 40 لتر، بينما يحصل المستوطن الإسرائيلي في مناطق جيم في المستوطنات الإسرائيلية على ما يقارب 400 لتر يوميا. لذلك هناك خطة ممنهجة لتهويد الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وجميع الأرض الفلسطينية، وكذلك كسر إرادة الفلسطيني. هذا طبعا هذه السيطرة المباشرة للأرض. هناك أيضا سيطرة غير مباشرة على الأرض الفلسطينية، عندما نتحدث على سبيل المثال على الطرق الالتفافية التي يقيمها الاحتلال بشكل يومي، عندما نتحدث عن الحواجز العسكرية، عن إغلاق الطرق، عن منع التجول. فحتى 10% التي شكليا يسيطر عليها الفلسطينيون ويقيمون عليها، عمليا لا يوجد هناك بينهم تواصل جغرافي. يواجهون العديد من 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 سياسات القمع الاحتلال اليومية. نعم. طيب أستاذ عماد، هذه الظروف التي انعكست على حياة الناس بشكل واضح هي نتيجة هذا الاستيطان الذي يتغول شيئا فشيئا، والأرقام والمناطق التي ذكرتها قبل قليل هذه تثير في الحقيقة الاشمئزاز. لكن دعني أتساءل الآن عن تعاطي الفلسطيني مع هذه القضية. يعني نحن اليوم الأرض هو ليس مجرد سرد تاريخي، احنا بنحتفل ب 30، يعني في العام الماضي طبعا انطلقت مسيرات العودة في 30 آذار عام 2018، وحتى الآن بقيت حتى الآن تحت أهداف كثيرة، كسر حصار وعودة وكذا. لكن هذا الكلام لم يعد فقط للاحتفال والاحتفاء واستذكار ما حصل والشهداء الذين ارتقوا وكذا، هذا الكلام يجب أن يذكرنا بالمأساة التي تعيشها الأرض الفلسطينية والاغتصاب اليومي لهذه الأرض. نعم، يعني الاحتلال الإسرائيلي يعني قد أقول لك بأنه استطاع أو نجح في 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 تقزيم القضايا الأساسية والجوهرية للفلسطينيين، إلا أن هناك بعض البؤر الفلسطينية التي تحاول إحياء يوم الأرض أو تحاول إحياء القضايا الجوهرية للشعب الفلسطيني. الاحتلال الإسرائيلي كما قلت لك قبل قليل بأنه هو معني بإلهاء الفلسطينيين بقضايا أخرى، القضايا الأخرى سواء في قطاع غزة أو في 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 الضفة الغربية أو من خلال ملف الانقسام الفلسطيني الداخلي. في الضفة الغربية هناك قضايا أخرى، مشكلة المياه في 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 الضفة الغربية، مشكلة الكنتونات الموجودة في الضفة الغربية، مسار الجدار في الضفة الغربية. هناك عملية يعني تهجير واضح
ويعني متدحرج في الضفة الغربية من خلال سياسات الاحتلال الإسرائيلي هناك من الفلسطينيين. هذا من جانب. من جانب آخر على مستوى قطاع غزة، مستوى قطاع غزة هناك إلهاء في المشاكل الاقتصادية في قطاع غزة وملف الحصار في قطاع غزة، مما كرس بأن منظور القيادة الفلسطينية تمحور فقط على القضايا الثانوية وتغيبت تماما عن القضايا الأساسية. يعني حتى مسار المفاوضات عندما تحرك من خلال ياسر عرفات كانت بداية المفاوضات عن قضايا جوهرية، قضايا أساسية، توقفت. لكن ما بعد ذلك في ظل وجود محمود عباس في قيادة السلطة وقيادة المنظمة لا يوجد لا قضايا جوهرية ولا قضايا ثانوية مع الاحتلال الإسرائيلي. يعني هنا يعني أنا أتساءل عن يعني السلطة الفلسطينية تحدثت عن في شهر مايو الماضي عندما قالت بأننا حلنا ملف الاستيطان إلى محكمة الجنايات. السؤال ماذا حدث بعد ذلك؟ الملف مغيب تماما. هناك يفترض أن هناك متابعة. شهية الاحتلال بالضبط. شهية الاحتلال فتحت ما بعد ذلك من خلال تشريع قانون الاستيطان في الضفة الغربية ووضعها في الإطار القانوني في الضفة الغربية. الاحتلال الإسرائيلي شهيته مفتوحة في أراضي الفلسطينية منذ قدم. لكن هناك عملية تسوية للأراضي الفلسطينية تتم. محمود عباس يقول بأنه يعني رافض صفقة القرن قولا، لكن على مستوى الأرض وعلى مستوى الفعل هناك ترجمة واضحة وفعلية في موافقة محمود عباس على صفقة القرن من خلال إيجاد واقع واضح للاحتلال الإسرائيلي باحتلال الضفة الغربية، أو من خلال تسوية ملف القدس المحتلة وإيجاد واقع معين مفكك، وإبقاء تقزيم القضية الفلسطينية فقط في قطاع غزة، وهي منطقة تعتبر محررة في نظر البعض، وتعتبر منطقة يعني مؤهلة لتكون هي الدولة الفلسطينية المستقبلية. نعم أستاذ فراس، ثمت دلالات للأرقام وللمنحنى الذي يرتفع صعودا منذ عقود، وثمت يعني ثمت دلالة للجغرافيا أيضا السياسية التي يستخدمها الاحتلال في التهام الأراضي الفلسطينية. شهية الاحتلال لم تنقطع عن التهام المزيد منذ عقود طويلة إلى هذه اللحظة. هل ثمت دلالات لهذه الأرقام؟ هل لفتت انتباهك وأنت المتخصص في هذه القضية أرقام معينة فيما يتعلق بالتهام الأرض الفلسطينية الذي لم يتوقف؟ نعم، لعلي أعرج على نقطة ذكرها الضيف عندك، بأن الاحتلال عمليا يقوم يعني ضمن استراتيجيته في السيطرة على الأرض هي إلهاء الفلسطيني في قضايا جانبية، وهذا فعلا نحن نلاحظه. على سبيل المثال عندما نرى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية في عام 1994 كان هناك 200 ألف مستوطن في أراضي الضفة الغربية، الآن نحن نتحدث عن ما يقارب عن 700 ألف مستوطن. لا شك أن الاحتلال استفاد من الوضع الفلسطيني الداخلي المتشرذم، من الانقسام الفلسطيني الداخلي، والملاحظ أيضا يعني للأسف أن حتى قضية الجدار الاستيطان الزيادة المستمرة في عدد المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية غير حاضرة بشكل حقيقي وغير حاضرة بشكل كبير جدا في القرار الفلسطيني بشكل عام. هذه الدلالات طبعا يعني تنذر على العديد من الأمور الخطيرة، لعله من أهمها هو التمزيق الأرض الضفة الغربية تحديدا جغرافيا بحيث لا يكون هناك أي تسوية سياسية مستقبلية. يعني عمليا الآن نحن عندما نتحدث عن أوسلو، هي أوسلو الآن انتهت، يعني هذا ليس رأي هذا وليس تحليل، هذا واقع. من يذهب إلى الضفة الغربية يرى أن الضفة الغربية باتت مقسمة الآن إلى ما يقارب إلى 200 جزيرة يابسة طبعا، غير مش يعني لا يوجد تواصل بينها. هناك أسئلة حقيقية حتى تدور، يعني الآن المفروض أن تدور وتكون حاضرة في ذهن صاحب القرار أو صنع القرار الفلسطيني، أنه حتى لو كان الاحتلال الآن جاهز لأي تسوية فلسطينية، عن أي تسوية نحن نتحدث؟ جل الأرض الآن أصبحت تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، كيف من الممكن أن نقيم دولة فلسطينية؟ أو حتى فكرة الكنتونات الفلسطينية الآن أصبحت فكرة مقسمة، بمعنى
انه لا يوجد هناك حتى وحده جغرافيه لهذه الكانتونات. يوجد هناك بعض الكانتونات في الشمال، يوجد هناك بعض الكانتونات في وسط الضفه الغربيه، في شمال الضفه، في جنوبها، وهكذا. عندما ننظر على سبيل المثال الى مشروع القدس الكبرى الذي التهم اكثر من 10% من اراضي الضفه الغربيه، عندما ننظر الى الجدار الفاصل الذي اخذ ما يقارب او اكثر من 13-15% من اراضي الضفه الغربيه، هنا يعني تطرح أسئلة جوهرية على صانع القرار الفلسطيني، أنه عندما نتحدث عن تسوية سياسية مع المحتل، ما شكل هذه التسوية؟ وحتى إذا كان الاحتلال مستعد لأي تسوية سياسية، ما الذي سنحصل عليه من هذه التسوية السياسية؟ لذلك أنا أرى أنه هناك أولوية الآن فلسطينية داخلية بإعادة الوحدة الفلسطينية ما بين الفصائل، والاتفاق على مشروع وطني مشترك يتفق عليه الكل الفلسطيني. هناك حاجة ماسة الآن للفلسطيني بأن يزيد، وخاصة لصانع القرار، بأن يزيد وعيه بالمشاريع الاستراتيجية الخطيرة التي تلتهم أراضي الضفة الغربية. هناك حاجة ماسة الآن إلى إعادة توجيه البوصلة مرة أخرى تجاه المحتل، تجاه العدو الحقيقي، وأن ننسى خلافاتنا الحقيقية، لأن الخاسر الأكبر من عدم استحضار هذه المخاطر الاستراتيجية في صناعة القرار الفلسطيني، الخاسر الأكبر هو الفلسطيني. نعم. نفسه. نعم، أرجو أن تبقى معنا أستاذ فراس. أعود إليك أستاذ عماد. المعركة على الأرض لها أوجه متعددة، قد تكون بنعلين، بمسيرات العودة، بالمقاومة المسلحة مثل ما يحصل في غزة والعملية الفدائية في الضفة، بمعركة المحافل الدولية والقرارات التي تقدمها السلطة. إلى أي مدى نجحنا يعني الفلسطينيين في هذه المعركة، في استعادة أراضينا؟ أولا في وقف التهام مزيد من الأراضي، وثانيا في استعادة الأراضي المسلوبة. هذه معركة مفتوحة. نعم، يعني أنا أريد أن نفرق ما بين أن أتحرك وحيدا وأنجح وأن نتحرك مع بعضنا وننجح. التحرك وأنت وحيد يعني لن تجني ثماره كما تجني ثماره وأنت تتحرك في وحدة فلسطينية كاملة متكاملة غير متشعبة. هناك طبعا هناك حراك ضد الاستيطان، ضد الجدار في الضفة الغربية، في كل جمعة في مسيرات بعلعين، في أكثر من مناطق في الضفة الغربية. هناك حراك مسيرات العودة في 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 قطاع غزة. إلا أنا أقول لك يعني هذه تعتبر حراكات فردية لا تثمر كثيرا على صعيد أن تجني بشكل واضح ثمار ذلك في على أرض الواقع. يعني أنا لا أريد أن نتحدث فقط أن نسمع صوتنا للمجتمع الدولي أو أن نثير مسألة هي تعتبر من القضايا الجوهرية التي من يعني نخرج من الثوب الإعلامي في تصدير القضية الفلسطينية من خلال التخطيط بشكل واضح على مشروع وطني فلسطيني موحد ما بين الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لمواجهة ما يتم سلبه في على صعيد في الأراضي الفلسطينية والقضايا الجوهرية. يعني لا تحقق الوحدة لابد من العمل، يعني لا نستطيع أن نترك العمل إلى أن تتحقق. يعني أنا أقول لك أنك يعني إشكالية في بعض في المعطلين لتلك الوحدة الفلسطينية. هناك جهات متواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي، يعني هي متواطئة بقصد بغير قصد، لكن هناك تواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي من خلال الصمت على عمليات الاستيطان في الضفة الغربية. وأنا كنت يعني سألت قبل قليل عن قضية مهمة، محكمة الجنايات شو صار فيها؟ ما في أي حراك للسلطة الفلسطينية، فقط سمعنا خبر بأن أحيل ملف الاستيطان إلى محكمة الجنايات وبعد ذلك طويت الصفحة. أين حراك السلطة الفلسطينية أو القيادة الفلسطينية على صعيد المجتمع الدولي لإيقاف ملف الاستيطان؟ أعلم جيدا بأن مجلس الأمن يعني على صعيد القضية الفلسطينية مجلس الأمن يوجد أكثر من 5 قرارات، الأمم المتحدة أكثر من 20 قرار في يعني يدين الاستيطان، لكن بذات الوقت لا يوجد أي كما يعني أقول هناك في تحرك أن تتحرك على مستوى المجتمع الدولي لإيقاف أو لجم الاحتلال الإسرائيلي من الخطط الاستيطانية التي يعني يقوم بها في الضفة الغربية والقدس المحتلة. يعني أنا أقول لك الحراك ضعيف جدا وما زال ضعيفا حتى على مستوى مسيرات العودة، هو إحياء جدوى العودة، إحياء قضية الأرض الفلسطينية، لكن كما أقول لك هناك نجاح إعلامي في تصدير في بعض المناطق
وهناك فشل إعلامي في مناطق أخرى، وهناك فشل في ملموس على أرض الواقع، تحقيق شيء على أرض الواقع. يعني عملية التهويد في خلال عام 2016 و2017 و2018 ويطلع مع عام 2019 تعتبر أكبر عملية تهويد في أراضي الفلسطينية. ما بعد آخر لقاء أو جولة مفاوضات منذ عام 2014 هناك التهام واضح للأراضي الفلسطينية، عملية استيطان واضح، هناك في خطة ممنهجة في الجغرافيا والديمغرافيا السياسية لدى الاحتلال الإسرائيلي قائمة، لكن هناك يعني في ثبات فلسطيني واضح. للأسف ما في مقاومة بكافة أشكالها على القدر الكافي، يعني بالدرجة الكافية. يعني بدنا نقارن ما بين واقع المستوطنات الإسرائيلية التي كانت متواجدة في قطاع غزة والتي كان لها دور، المقاومة الفلسطينية لها دور كبير في إزالتها، حتى في الضفة أخلى كثير من المستوطنات، هو شارع. أخلى بعض المناطق وعزز في مناطق أخرى. نعم. القدس المحتلة كما قلت، القدس المحتلة يوجد عليها 3 أطواق من البؤر الاستيطانية، يعني محاطة بالبؤر الاستيطانية، هذا من الخارج. بيت لحم، الآن بيت لحم هناك مشروع كامل متكامل لإغلاق مدينة بيت لحم في البؤر الاستيطانية. حتى الكنتونات كما تحدث الضيف الكريم، هناك كنتونات، حتى الكنتونات مقسمة ومجزأة، يعني ما في، يعني حتى يعني أنا أتكلم وأتحدث لكن رسم الخريطة على أرض الواقع صعب رسمها. نعم هذا بلا شك. أستاذ فراس، لابد أن هناك أثار وخيمة تركها الاستيطان على القدس وعلى الضفة، وكما قلنا بأنه الذي يحصل الآن هو فوق المتوقع والمتخيل، كما تفضل أستاذ عماد، يعني مستوى التوحش في الاستيطان خلال السنوات الماضية ازداد بشكل كبير، ولابد أنه ترك أثار كبيرة جدا وسلبية على أهل القدس والضفة الغربية. نعم لا شك أنه من الجيد أيضا قبل الحديث عن أثار الاستيطان في الضفة نتحدث أيضا عن الاحتلال لأرض فلسطين. الآن لا يوجد أي تواصل جغرافي ما بين الضفة وأراضي 48 ودولة الاحتلال، لا يوجد تواصل جغرافي بين الضفة وقطاع غزة، لا يوجد الآن تواصل جغرافي داخل الضفة الغربية بشكل ثلث وبشكل يعني يستطيع الفرد في الفلسطين التنقل من مكان إلى مكان. كل هذا طبعا ساهم في طمس الهوية الفلسطينية. إذا أردنا أن نتحدث عن القدس مثلا، خصوصا تواجد الاستيطان الكثيف فيها والمعركة الديمغرافية الموجودة في القدس، والذي يسعى الاحتلال من خلالها إلى إيجاد أغلبية يهودية تصل إلى ما يقارب 88 أو 90% من سكان المدينة أن يكونوا يهود أو مستوطنين، كل ذلك طبعا جعل مدينة القدس هذه المدينة المقدسة جعل طابعها طابع يهودي، وكذلك عمل الاحتلال وما زال يعمل على تغيير معالم هذه الأرض وتغيير معالم هذه الأرض المقدسة وتغيير معالم التاريخ، التراث التاريخي الموجود في هذه المدينة. هناك أثار أيضا على الفلسطيني بشكل مباشر من خلال الاستيلاء على الموارد الفلسطينية التي من المفروض أن يعني يتكئ عليها الفلسطيني في قوت يومه. مثلا هناك العديد من المناطق الغنية بالصخور على سبيل المثال، هناك العديد من الموارد الطبيعية على سبيل المثال في منطقة الأغوار التي من المفترض أن تكون هذه يعني موارد أساسية لحياة الشعب الفلسطيني لكي يعزز صموده. كل هذه الموارد تم السيطرة عليها من قبل الاحتلال. خذ على سبيل المثال المياه الجوفية، أكثر من 85% من مياه الجوفية الفلسطينية في الضفة الغربية هي تحت سيطرة الاحتلال. هذا أكبر مثال. إذا أردنا أن نتحدث عن الآثار، فالآثار الاستيطان تؤثر على حياة الفلسطيني بشكل مباشر، حتى على شربة المياه التي يشربها يوميا. مع الأسف أشكرك جزيلا أستاذ فراس القواسمي، باحث في مركز رؤية للتنمية السياسية. أستاذ عماد، إذن الفلسطيني يدفع الثمن طالما أنه غير قادر على وقف الاستيطان من ناحية وعلى استعادة هذه الأرض. طبعا مسألة وقف الاستيطان أو إضعافه أو استعادة الأرض مسألة ليست سهلة طبعا، ولكن في تجربة الفلسطينيين، الشعب الفلسطيني في انتفاضة الأقصى كانت تجربة فريدة فعلا، يعني إخلاء مستوطنات في قطاع غزة وإخلاء مستوطنات أخرى، رغم أنه ذهب إلى تعزيز باقي المستوطنات، لكن هذا يعطي دلالة واضحة أن بالإمكان فعل شيء والضغط على الاحتلال. على الأقل أنت تلاحظ معي أنه عندما كانت هناك عمليات فدائية موجهة ضد المستوطنات كان هناك
توقف أو شبه توقف في نشاط بناء المستوطنات؟ نعم، يعني هي انتفاضة الأقصى كانت تجربة فريدة، لكن هذه التجربة الفريدة توقفت عام 2004. نعم، يعني الـ 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 الاحتلال الإسرائيلي يدرك ما معنى انتفاضة الأقصى، ويعني استخلص الدروس من انتفاضة الأقصى بشكل جيد. طوال السنوات الماضية كان شغله الشاغل على أن لا تنتقل تجربة قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وللأسف هناك معاونين للاحتلال في 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 تحقيق ذلك. يعني القضاء على المقاومة الفلسطينية كلف الاحتلال في الضفة الغربية، كلف الاحتلال الكثير، لكن نجح بشكل نسبي في إنهاء أو لجم يعني مفعول قوة المقاومة في 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 الضفة الغربية. الفصائل الفلسطينية تحاول إحياء المقاومة الفلسطينية، لكن تبقى هذه المحاولات يعني ليس لن تكون لن يكتب لها النجاح في ظل وجود سلطة فلسطينية لا تؤمن بالخيار المسلح، تؤمن فقط حتى بالخيار السلمي، حتى هي لا تؤمن بالخيار السلمي. يعني حتى حراك العودة كما لاحظنا في 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 مسيرات العودة في قطاع غزة في البداية كانوا ينقتوها الحراك كلياته. الآن بقول لك لا، أنا لا بدي لا مقاومة شعبية ولا مقاومة سلمية ولا مقاومة مسلح ولا مقاومة أي شيء. طب أنت شو بدك بالضبط؟ هناك عرقلة واضحة من السلطة، وهناك حجر أمام المقاومة الفلسطينية هو وجود السلطة الفلسطينية في 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 الضفة الغربية. طالما هناك شيء اسمه تنسيق أمني في الضفة الغربية، بالتأكيد لن يكتب النجاح للمقاومة الفلسطينية بشكل كامل في تفعيل المقاومة الفلسطينية، مع أن هناك حراك واضح. يعني هناك تزايد سواء في عام 2018 أو في بداية العام الجاري في الحراك الشعبي الفلسطيني الذي بدأ يشعر بأن الأراضي الفلسطينية تضيع منه بشكل واضح، الثروة الحياتية تضيع منه بشكل واضح في الضفة الغربية. بدأ يشعر بأن السلطة الفلسطينية لا تقدم له شيء، عمليات الاقتحامات للضفة الغربية بشكل ليلي من الاحتلال الإسرائيلي، عمليات المداهمات الاعتقالات واضحة بأن الأمن الفلسطيني غير قادر أو لا يريد حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية. لكن أنا أختم كلامي بأن نهاية الأمر هناك شيء اسمه دولة. تعريف الدولة يكون من خلال ثلاث قضايا. القضية الأولى أن تكون هناك سيادة، للأسف غير موجودة لدى الفلسطينيين وهي موجودة لدى الاحتلال الإسرائيلي. القضية الثانية الشعب، هناك شعب مبعثر ما بين قطاع غزة وما بين الخارج وما بين الضفة الغربية وكنتونات الضفة الغربية والقدس و48 يعني معالم شعب موحد غير موجود لدى هذا، لكن موجود لدى الاحتلال الإسرائيلي. القضية الثالثة الحدود، وهنا الأمر الخطير. الحدود أين هي حدود دولة فلسطينية؟ الإسرائيليين بيقول لك لا، أنا هياتي، أنا عندي الانتشار الديموغرافي والجغرافي موجود حاليا من خلال تطويق الضفة الغربية، من خلال الطرق المتعارجة في الضفة الغربية، ضم أراضي الضفة الغربية، فصل الضفة الغربية عن أراضي 48. يعني هناك عملية تشكيل الحدود تتم من الاحتلال الإسرائيلي. لكن إذا سألت الفلسطيني أين الحدود الفلسطينية التي تتحدث عنها في 67، يقول لك لا، غير موجود. طيب إذا سواء عام 48 أو 67، كيف أقر دولة فلسطينية عام 67 وكيف أقرت دولة فلسطينية عام 48؟ أقرت عام 48 في ظل الاحتلال الإسرائيلي التي مورس على الأراضي الفلسطينية بشكل شبه كامل. الموجود خلص، خد أنت 55% وأعطي الفلسطيني 45%. عند سنة 67 وجودك كم؟ 78% 22 فلسطينية. طب إحنا نتكلم عن 2019، كم حيكون لإلك؟ هنا إشكالية في وجود القضية. يعني هناك تهديد واضح وخطير على ملف القضية الفلسطينية ومسار القضية الفلسطينية بسبب ملف الاستيطان الإسرائيلي الذي للأسف يمارس على أرض الواقع. والإشكالية بأنه يعني هو تهديد للقيادة الفلسطينية، تهديد الفصائل الفلسطينية بشكل كامل، وتهديد أكبر لوجود السلطة الفلسطينية في 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 الضفة الغربية، ولكن للأسف يعني لا يوجد. يعني لو احنا عدنا إلى الخلف قليلا ونظرنا إلى عملية تسوية واتفاق أوسلو واعتراف السلطة أو عفوا المنظمة آنذاك بأحقية إسرائيل على 78% من الأرض الفلسطينية، إلى أي مدى هذا شكل نقطة تحول أولا في نظرة العالم إلى الموضوع؟ هناك اتفاق سياسي أنتوا اعترفتوا فيه ب 78% وأنتوا في البقية. ثانيا
على طبيعة الأداء الفلسطيني تجاه هذه القضية. يعني أنت كيف اليوم بتوافق على 22% ثم ستأتي فيما بعد تقول للصهاينة أخرجوا من بقية الأرض فهي أرضي، خاصة مع تعطل المفاوضات النهائية أو عدم، ليس تعطلها، عدم يعني بدئها أساسا؟ يعني أنا أقول لك بأن هناك مساران في عملية التحول. المسار الأول في عام 67 من خلال اعتراف دول عربية في كيان الاحتلال الإسرائيلي في حقيته بالأراضي الفلسطينية، أعطى 78% وأعطاني 22%، هذا التحول الأول. التحول الثاني عندما أنشئت اتفاقية أوسلو من خلال منظمة التحرير، هي اعترفت في 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 في, في 67 أراضي المحتلة في 67، لكن عندما تترجم ما تم الاتفاق عليه في اتفاق أوسلو من خلال التنسيق الأمني واتفاقية باريس الاقتصادية وملف المستوطنات وكذا، أنت عمليا ما اعترفت على 67، أنت اعترفت على وجود واقع واضح للاحتلال الإسرائيلي ببؤر الاستيطانية تبعته بوجوده هان وهان، ما اعترفت حتى في حدود 67. هذا كلام نظري، الاعتراف في 67، لكن الواقع يختلف. الآن هناك تشكيل لقيادات فلسطينية تعتبر وكلاء للاحتلال الإسرائيلي، معها جنسيات دول أخرى عايشة حياتها بالعامية. مسار القضية الفلسطينية بالنسبة لهم وين؟ هنا السؤال. هذا من جانب. من جانب آخر، عملية التطبيع التي تتم حاليا ما بين الدول العربية وما بين الكيان الإسرائيلي، توقيته ليس بصدفة. هو توقيت جاء في ظل تكريس الواقع الديموغرافي ومشروع القدس الكبرى عام 2020، ونظرة الاحتلال الإسرائيلي من خلال المشاريع الاستيطانية حتى عام 2020 و2022، وكذلك عرض ما يسمى أو خطة ترامب للتسوية أو للسلام، جاءت من ضمنها عملية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي لتقويض الملف الفلسطيني. تفضل اعترف بالواقع الموجود حاليا في عام 2019 وهي تهي دولتك. الفلسطينيين في الخارج جنسيات أوروبية وانسى الملف الفلسطيني وقضية الفلسطينية، وعندك قطاع غزة خارج التركيبة الثوراتية الإسرائيلية اليهودية، وهيئة دولتك الفلسطينية. ممكن أن أعطيك في 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 مناطق الشرقية قليلا خذها، أو ممكن أعطيك في شوية في سيناء، وهيئة الدولة الفلسطينية في الدولة الفلسطينية. يعني نفس الحسابات. بقول لك يا عم القطريين عندهم دولة، لكن كم حجمها، عدد سكانها؟ طب أنتوا يا غزة، يا جماعة غزة 2 مليون نسمة، أكبر من عدد سكان قطر بالنسبة لهم يعني كذلك. هنا يعني أن يصل التفكير في هذا الإطار هو معيار الخطر للقضية الفلسطينية في مسارها بشكل واضح، بتقزيمها بأن تكون هي فلسطين هي قطاع غزة فقط. مع الأسف. طيب أخيرا في دقيقة واحدة، في ظل كل هذا المشهد الذي تفضلت به والأداء الفلسطيني الخجول تجاه، نحن نقول استعادة الأرض، هذا واجب، ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، لكن الآن نحن ما بنتحدث عن استعادة الأرض، بنتحدث عن مجموعة من الناس بتتفاوض مع الاحتلال ومجموعة من الناس بتقاوم، وكلتا اليدين للأسف الشديد يعني لا أقول تحارب بعضها البعض، ولكن كل واحدة في جهة، واحدة في الشمال والثانية في الجنوب. إلى أي مدى يؤثر هذا على طبيعة الصراع لاستعادة الأرض التي هي واجبنا؟ يعني نحن نتحدث دائما عن فيتو 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 أمريكي وإسرائيلي على ملف المصالحة الفلسطينية، فيتو إسرائيلي على دخول حركة حماس منظمة التحرير الفلسطينية، فيتو إسرائيلي في أي تناول القضايا الجوهرية. هنا يعني الإسرائيليين يدركون تماما بأن أي وحدة وطنية أو أي توافق على مشروع فلسطيني موحد هو يعني يخرجك من إطار الالتهاء في القضايا الثانوية والتفكير في القضايا الجوهرية. نعم. كما قلت لك يعني بعيدا عن مساوئ السلطة الفلسطينية، ياسر عرفات كان يتحدث في القضايا الجوهرية، وعندما كان يصرع في القضايا الجوهرية أنه حياته على الفور، وأحضروا بمن يستطيع أن يقدم لهم الأكثر. هنا الإشكالية. أشكرك أستاذ عماد أبو الروس محلل سياسي فلسطيني، كنت معنا في الأستوديو، كما أشكر ضيفي من إسطنبول عبر خط الهاتف الأستاذ فراس القواسمي باحث في مركز رؤية للتنمية السياسية. ألتقيكم بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.
أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في زهرة المدائن متحف الشارع عندما يزين الفن جدران القدس المحتلة، فلنتابع. هزمتك الأغاني في بلاد الرافدين، مسلة المصري، مقبرة الفراعنة، النقوش على حجارة معبد، فبتحدث عن أشكال متنوعة من الفنون بأنها برغم من حضور الموت إلا أنه لا زالت الفنون تحكي قصة. أول اللوحات أو أولى اللوحات كانت نص قصيدة محمود فكر بغيرك، اللي هي وأنت تعد فطورك فكر بغيرك لا تنسى قوت الحمام إلى آخره. فأخذت كلمة فكر بغيرك تكون هي الأساس وعملتها، هي ست مرات مذكورة في القصيدة، فكانت على شكل دائرة كل واحدة حاملة النص أو في داخلها النص الخاص فيها، وكانت مركزية اللوحة اللي هي بيختم فيها محمود قصيدته وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. هذا الفن بحد ذاته أنه يكون متواجد في الفضاء العام يشوفه الناس، أنه يقدم فن الخط بلوحة متكاملة وأن توضع أمام الجمهور في روحتهم وفي جايتهم وإنها تنال إعجابهم، يعني شيء أكيد ما تعالى الفخر، وإنه يعني اللي أنت بتحبه وبتأمله بتواجد بديل عنك، بديل عن شخصك، عن كيانك متواجد، وهذا شيء أكيد ما تعالى الفخر. وأتوقع إنه كل فنان يعني يطمح إنه يكون له أعمال متواجدة في هاي المدينة بالذات، يعني اللي كلنا بنعرف شو بتتعرض له من ضغوط ومن محاولات لطمس الهوية، فأن توضع لوحات فنية تحمل الحرف العربي يعني وكأنه تأكيد أكبر وأكبر على عروبة هاي المدينة وعلى إنه إحنا بعدنا موجودين وبعدنا بنقدم حالنا بأسلوب راقي من خلال الفن، من خلال الكلمة، من خلال مرحبا بكم في ذاكرة فلسطين. يوم الأرض الفلسطيني الذي انطلقت شرارته عام 76 و900 و1000 في 30 من آذار، عندما حاول الصهاينة أن يغتصبوا أراضي الفلسطينيين في عام 48، هب الفلسطينيون وحموا هذه الأراضي المباركة، فلنتابع. عنوانه الالتصاق بالأرض والوطن والهوية، يوم انتفاضة ناهضت الاستيطان والتهويد والاحتلال وصار ذكرى خالدة في تاريخ الفلسطينيين. يوم الأرض الفلسطينية عام 1976. تعود أحداث يوم الأرض الفلسطيني لعام 1976 بعد أن قامت السلطات الإسرائيلية بمصادرة آلاف الدنامات من الأراضي العربية تحت غطاء مرسوم جديد صدر رسميا في منتصف السبعينيات، أطلق عليه اسم مشروع تطوير الجليل، وكان الهدف من هذا المشروع هو تحقيق السيطرة الديموغرافية اليهودية في هذه المنطقة. قرر العرب الاحتجاج على هذا الاعتداء الإسرائيلي بإعلان الإضراب الشامل، وخرجت مظاهرات حاشدة تدعو لوقف الاستيطان ومنع مصادرة الأراضي العربية، فقابلت السلطات الإسرائيلية هذه الاحتجاجات بالعنف المفرط. دخلت القوات الإسرائيلية المعززة بالدبابات والمصفحات قرى عرابة وسخنين ودير حنة، والتي سميت اليوم بمثلث يوم الأرض، وقامت باحتلالها مرة أخرى وقتلت 6 فلسطينيين وجرحت المئات من المدنيين العزل. فطالب الفلسطينيون بتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض بحجة أن الجيش الإسرائيلي كان في مواجهة قوى معادية. يعد يوم الأرض حدثاً مهماً في تاريخ النضال الفلسطيني،
حيث أعلن الشعب الفلسطيني فيه تمسكه بأرض آبائه وأجداده وتشبثه بالهوية الفلسطينية مهما كان الثمن. وفي 30 مارس من كل عام يحتفل الفلسطينيون في جميع أنحاء العالم بذكرى يوم الأرض الذي يعتبر رمزاً من رموز الصمود الفلسطيني. صفحة من ذاكرة أمة عجنت بماء الصمود ومازج النضال دماءها، وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها. بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. تقبلوا أعطر تحياتنا، السلام عليكم ورحمة الله.